وكنت تقدر تعمل فارق يغير واقعنا للأفضل. هل أنت مستعد تخوض التجربة؟ في كل مكان هناك أثر وتفاصيل مميزة جسدها لنا شباب الوطن، شباب عندهم روح التحدي. هنا في برنامج نصنع أثرا نعيش معكم واقع تجاربنا ونخليها بصمة دوم. كل زائر اليوم من داخل أو خارج حدود سلطنة عمان يزور أحد مناطقها وولاياتها يتأثر بعوامل أساسية تجذبه لها، أهمها التسويق السياحي الرقمي اللي يعد عامل أساسي لتحقيق التنمية السياحية. عشان نعرف أكثر عن التسويق الرقمي، هو عبارة عن تسويق موقع معين أو خدمة أو برنامج سياحي عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. في حلقة اليوم نتجول مع شباب مميزين لهم تجارب مختلفة في التسويق الرقمي بمنصاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. شبابنا اليوم كل واحد منهم له وجهة يزورها وهوايات مختلفة كالتسلق والمغامرة والتصوير وصناعة المحتوى البصري المميز وتسويقه من أماكن ومواقع وقصص في مختلف أنحاء السلطنة. كل هالشباب يجمعهم شغفهم لمشاركة نتاجاتهم في التسويق الرقمي السياحي لعمان. خلوكم متابعين عشان نعيش تجاربهم. التنوع البيئي، التنوع الطبيعي الثقافي اللي تزخر به السلطنة طبعا جعل من الشباب سواء مصورين أو مغامرين وغيرهم إنهم يطلعوا هذه الإبداعات وهذه المواقع السياحية وغيرها للعالم، مش للعالم فقط وايضا للمشاهد المحلي معنا في 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 السلطنه. فالغناء عمان الطبيعي احد اهم الاسباب اللي جعل الشباب يظهروا هذا الجمال للعالم. عمان غنيه بكثير من المواقع السياحيه اللي انا عن نفسي اعتقد ان هناك ما زال كثير من المواقع لم تصور بعد وما شاهدها لا العماني ولا أيضا غير العماني من خارج عمان. جمعنا اليوم الشباب في مكان واحد وشفنا مشاركاتهم في الحسابات الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بس خلونا ندخل في جو كل واحد فيهم. يلا نبدأ بأول واحد. بديت في 2017، صرت أزور أماكن كثيرة، صارت طبيعة وتنفس تزودني بالطاقة. بدأ موضوع اللي هو المغامرات. لما نتكلم عن مغامرات أتكلم عن اللي هو النزول بالحبال. النزول بالحبال فيه أسس، فيه تكنيكات، فيه طريقة مختصة وفيه قوانين. فمن هنا بديت إني أشارك اللحظات في وسائل التواصل الاجتماعي. شاركت تقريباً أكثر من 100 فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقع في عمان أزورها، والهدف منها أن نخبر أن عمان تزخر بطبيعة خلابة، بالإضافة أن فيها مقومات سياحية جداً خصبة، بالإضافة أن هذه الأماكن كل مرة تروحها في موسم معين تعطيك انطباع مختلف. مثل ما قلت وما زلت أقول إن الطبيعة تذهلنا يوما عن يوم، وواجب علينا إحنا نحافظ على هذه الطبيعة لأنها طاقة، والطاقة يجب أن لا تنفذ. يا سلام عليك، لا تنسى توثق لنا مغامراتك وتجربتك القادمة، وأكيد مشاركاتك لها أثر في دعم السياحة العمانية.
طبعا التسويق الرقمي له أثر كبير جدا في موضوع صناعة السياحة العمانية، إذ أنه يشكل جانب كبير جدا من جانب الهوية. لما نتكلم عن هوية وهوية مجتمع، فإحنا نتكلم عن جوانب عدة متعلقة بالإنسان، متعلقة بالمكان، متعلقة بالطبيعة، متعلقة بالثقافة، متعلقة أيضا بالعادات، متعلقة بالتقاليد، متعلقة أيضا بالقيم اللي تشكل هذا المجتمع. فاليوم التسويق الرقمي ممكن أن يساهم بشكل كبير في نقل هذه الصورة، الصورة الواقعية، الصورة الطبيعية للإنسان للمكان، فتأثيره يكون كبير جدا على مستوى هذه الجوانب. ممكن أيضا أن يشكل صورة ذهنية، من هي عمان، ماذا تملك عمان، ماذا تملك من أرض، ماذا تملك من طبيعة، ماذا تملك من إنسان. كل هذه العناصر ممكن أن يساهم فيها التسويق الرقمي، ويساهم في تشكيل الهوية للمجتمع العماني وأيضا للجانب السياحي بشكل كبير جدا. ما يقول اليوم من هي عمان، يقول هي أرض الكرم، هي أرض الطيب، هي الإنسان، هي الهدوء، هي الكرم وغيرها من هذه الصفات. هذه كلها تنعكس نتيجة الرسائل التواصلية التي نبعثها بشكل يومي عبر منصاتنا الرقمية، عبر المحتوى للنشرة، عبر الفيديوهات وغيره من هذه الأشياء. هذه كلها تشكل هوية ممكن أن نوصلها للعالم الخارجي عبر منصات التواصل أو الإعلام الرقمي بشكل عام. بعد ما رجعنا للشباب، خلونا نكمل مع الشخصية القادمة، ويلا نشوف أحداث من تجاربه ومشاركاته. تجربتي في صناعة المحتوى بدأت ممكن تجربة بسيطة جدا، بدأت على إطار الأصحاب والأهل فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أن المحتوى اللي أنا أصنعه كثير من الناس صارت تحب المحتوى، لعدة أسباب، منها جودة المحتوى وأيضا القصة اللي خلف المحتوى. مع مرور الوقت اكتشفت أنه عملية الوصول في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي انتقلت من المتابع المحلي إلى المتابع الدولي، أكثر من 10 دول، أكثر من 3 قارات، وأيضا كثير من الدعوات تلقيتها لعمل مجموعة من المعارض عن عمان خارج السلطنة. هذا الشيء نقل الموضوع من تجربة بسيطة وصدفة إلى مسؤولية وعاتق. كصانع محتوى أصبحت سفير لبلدي بهذا الشيء اللي جالس أقوم به، وهذا الشيء زاد من المسؤولية من نوعية المحتوى اللي أقدمه، فصرت لازم أبحث على محتوى مميز وغني وذو ثقافة. لما نسافر إلى كثير من الدول يتم دعوتنا وينعونا بالعمانيين، صانع المحتوى العماني يذكر أنه هذا الشخص عماني، وهذا كله تسويق للبلد. فهذا الشيء يعني يشعرنا بالفخر أنه نحن كصناع محتوى نكون سفراء لبلدنا بالمحتوى اللي نصنعه. أكيد تتفقوا أن نتائج محتواه ممتعة وشيقة. كل هذا يتم بوصيات مميزة مثلكم تنتج وتدعم انتشار محتوياتها للعالم كله. أصبح لكل فرد قناته الخاصة، وممكن نقول أن السوشيال ميديا يعني وضع لي، يعني ممكن نسميه منبر من لا منبر له، وأنا عن نفسي استفدت كثير منهم، وشفنا مواقع كثيرة أنا أول مرة أشوفها، سواء في الجبال، سواء في الصحراء، أو حتى في الشواطئ اللي تمتد لمسافة 3000 تقريبا و600 كيلومتر. وأيضا في التنوع، يعني استمرار المواسم معنا في السلطنة، هي أيضا هذا من أسباب استمرارية استمرارية الشباب في إنتاج هذه المقاطع. يعني ما فقط أنه في الصيف تتوقف السياحة معنا، لا ننسى أن الخريف راح يجي في ظفار، ولما يجي الشتاء نلاحظ أن السياحة تمتد بشكل أكبر في كثير من المناطق، في 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 الصحراء، في الجبال، جبل الأخضر، جبل شمس. وأيضا لا ننسى اللي هو الموضوع اللي هو المهم الحين، اللي هي ما تسمى بسياحة المغامرات. نلاحظ أنه هناك الحين صار هناك يعني شغف كبير من الشباب، سواء كانوا ذكور أو إناث، بهذه المغامرة. بقت شخصية واحدة معانا اليوم، هذا الفنان يأخذ وقته في التقاط حدث الصورة، قد يكون يوم وربما يمتد لأسبوع. خلونا نشوف ملامح من تجاربه. بحكمي أنا مصور متخصص في الطبيعة، تقريبا معظم وقتي أقضيه في الطبيعة العمانية، بين سهولها، جبالها وبحارها والجزر. تأثير الصورة السياحية في سلطنة عمان للجذب السياحي تأثير له وقعه الخاص، وقع كبير جدا. على سبيل المثال، نحن لما نطلع نصور لمكان معين
ما فقط نروح نلتقط صورة ونطلع من المكان بسرعة مثل ما تتخيلوا، لا، احنا ناخذ وقت طويل ننتظر للحظة المناسبة. طبعا كيف هذه الصورة بتأثر؟ هذه الصورة اللي احنا تعبنا لحد ما نلتقطها بيجي تأثيرها بعدين. على سبيل المثال احد الصور الفائزة في الآونة الأخيرة اللي فازت في عدة مسابقات عالمية طبعا، هي صورة في احد المحميات الطبيعية عندنا في محمية رأس الجنز. على سبيل المثال هذه الصورة ما مثل ما تتوقعوها، هي صورة كصورة فقط التقطت وراحت للمسابقة وفازت وإلى آخره، لا، الصورة هذه كان لها تخطيط طويل، وقت طويل لحد ما تلتقط. لما الصورة هذه تنتشر في مواقع عالمية، منصات إخبارية عالمية مثل بي بي سي، السي إن إن، الحين يبدأ وقع التأثير السياحي هنا في هذه النقطة. كيف؟ بيبدو الناس لما يطالعوا الصورة هذه، وإذا التقطت الصورة هذه التقطت في سلطنة عمان، طيب وين سلطنة عمان؟ خلينا نبحث عن هذه الدولة سلطنة عمان، يبدو يبحثوا عن سلطنة عمان، يبدو يتعمقوا زيادة وين بالضبط وإيش المقومات السياحية اللي في هذه في هذه المنطقة وهكذا. فكان تركيزي جدا منصب أنه أطلع هذه الأماكن، أبرز هذه الأماكن السياحية اللي مخفية عندنا في سلطنة عمان. وجود شباب مبدعين يقومون بالمساهمة في استغلال المجال الرقمي في تنشيط السياحة العمانية له تبعات مهمة جدا في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكل شاب ساهم بهذا الدور هو بمثابة دعوة يقودها المبدعين للناس أجمعهم لتحقيق أثر مستدام. فيما يخص موضوع تمكين صناع المحتوى وتمكين أيضا الهواة والمحترفين وأصحاب المؤسسات والشركات والقدرات في مجال صناعة المحتوى، تمكينهم هو من أهم الأدوات، ومن أهم أدوات التمكين هو وجود رؤية واضحة، وجود استراتيجية واضحة لصناعة المحتوى المحلي هذا. وأيضا لما نقول رؤية ولما نقول استراتيجية واضحة معناته عمل مشترك متكامل ما بين الجهات الحكومية، ما بين مؤسسات القطاع الخاص، ما بين المحترفين والهواة وأصحاب المؤسسات الصغيرة وغيره من هذه العناصر اللي ممكن يكون في عندنا رؤية واضحة. لما أقول رؤية واضحة معناته في عندنا أهداف واضحة من هذا المحتوى. هل أنا أريد أتكلم اليوم عن جانب سياحي؟ هل أنا أريد اليوم أتكلم عن جانب ثقافي؟ هل اليوم أنا أريد أتكلم عن الإنسان العماني؟ هل أريد أتكلم عن القيم العمانية والأصالة؟ هل أريد أتكلم عن شق سياحي له علاقة بالطبيعة والأرض والتضاريس وغيره؟ اليوم تضافر هذه الجهود يؤدي إلى قوة ناعمة. هذه القوة الناعمة ممكن أن تتصدر إلى العالم الخارجي، ممكن أن تتصدر أيضا إلى الجهات والدول القريبة والبعيدة، ويكون رسالتنا التواصلية واضحة، محتوانا واضح، ذو هدف، ذو استراتيجية. اليوم لما أقول هدف واستراتيجية معناته أنا محدد ماذا أريد. هذا اليوم المتلقي عندما يشاهد هذا الفيديو، يشاهد هذه الرسالة، يشاهد هذا الإعلان، ماذا أريد أن أقول له؟ أقول له تعال إلى عمان، تعال شاهد ثقافتنا، تعال شاهد فننا، تعال شاهد تاريخنا وعراقتنا. فتضافر الجهود هذه من أهم الأدوات التي تؤدي إلى تمكين صناع المحتوى. فأنا أعتقد وجود الخطة والرؤية الاستراتيجية الواضحة، تقديم التسهيلات لصناع المحتوى، احتضانهم، تمكينهم بالمهارات والقدرات وبناء قدراتهم وصقل تجاربهم من خلال ممارسة مستمرة، هذا الشيء راح ينتج عندنا عمل تراكمي. هذا العمل التراكمي راح يؤدي إلى نتائج لأنه ممنهج، لأنه ذو رسالة واحدة، لأنه ذو استراتيجية واحدة، وبكذا نحن نكون خلقنا إيكو سيستم نمكن من خلاله أن ندعم صناع المحتوى والمحترفين والهواة. للتطور مبادئ أساسية، منها أن تؤمن بالعقول اللامعة، وإذا كان الأمر كذلك فاترك الأمر للشباب، فهم عنصر نجاح الحكاية. في الحلقة القادمة من برنامج نصنع أثراً نخوض مهمة جديدة وبهمة وعزيمة أقوى. ترقبوا لك.